السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من بانوراما الصحافة التي تتردد في ثناياها أصداء لقاء السراج وحفتر الطاغية على عناوين الصحف لهذا اليوم. نستهل هذه الجولة بعربي 21 التي عنونت بعد وساطة عربية ودولية حفتر والسراج يجتمعان في أبوظبي. اجتمع قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق خليفة حفتر الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد وساطة عربية ودولية، حيث لا يعترف حفتر المعين من قبل مجلس النواب بسلطة حكومة الوفاق التي يترأسها السراج، في حين يصر الأخير على وجوب أن تكون القيادة العسكرية تابعة وخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي لحكومته. وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات، اثنتين منها في العاصمة طرابلس وهما الوفاق والإنقاذ، إضافة إلى المؤقتة بمدينة البيضاء المنبثقة عن مجلس نواب طبرق. العرب اللندنية بدورها رأت في لقاء الثلاثاء تمهيدا لتسوية الأزمة الليبية، حيث انتهت القطيعة بين خليفة حفتر وفايز سراج بضغط من قوى إقليمية وغربية عند التقائهما في أبوظبي لمناقشة إعادة تفعيل الاتفاق السياسي، حيث ينظر كثير للقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز سراج وخليفة حفتر بنظرة إيجابية ويعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة وتوحيد البلاد في حكومة مركزية واحدة، إلا أن التنازلات التي سيقدمها السراج لحفتر تطرح تساؤلات المتابعين للشأن السياسي الليبي بخصوص ردة فعل خصوم حفتر في المنطقة الغربية. هذا وقد جرى اللقاء بين المسؤولين بعيدا عن وسائل الإعلام، حيث لم تتسرب معلومات حول ما تطرق إليه الطرفان من محاور باستثناء بعض الصور التي سربتها محطة تلفزيونية محلية، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها المسؤولان بعد اجتماع في يناير 2016 إثر تعيين السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، والذي كان يفترض أن يلتقي بحفتر في القاهرة منتصف فبراير للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاق السياسي، لكن الأخير رد بالرفض، فحمله السراج المسؤولية لتفويته فرصة ثمينة لبدء إيجاد حل للانقسام ومعاناة الشعب الليبي. أما العربي الجديد فاهتمت برصد نهاية اللقاء بين سراج وحفتر، حيث تقول انتهى اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز سراج وقائد جيش برلمان طبرق خليفة حفتر في أبوظبي الثلاثاء برعاية إماراتية مصرية، وذلك بالاتفاق على عدة أو عدد من النقاط المهمة. وبحسب مصادر مقربة من المجلس الرئاسي، فإن اللقاء الذي لم يستمر أكثر من ساعة جرى في قاعة مغلقة دون مشاركة من أحد سواهما، وإثر جلسة تصوير ظهر خلالها حفتر بزي مدني. مصادر للعرب الجديد قالت إن لقاء السراج وحفتر لم يتطرق لتفاصيل كثيرة حول التسوية المنتظرة، باستثناء الحديث عن قبول وقف التصعيد العسكري من قبل قوات حفتر مقابل ضمانات من السراج بعدم تعدي القوات المناوئة له على مناطق سيطرته. ووفق المصادر فإن حفتر طالب بضرورة إعادة النظر في شكل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، واعتراف السراج بأن الجماعات المسلحة التي تقاومه في بنغازي والجفرة إرهابية. وفي حين لم تؤكد المصادر قبول السراج بهذا الطلب، كشفت أنه وافق على إقناع ضباط من قادة الكتائب المسلحة المنضوية تحت شرعية حكومته بالانخراط في جلسات من أجل الوصول إلى شكل من الاتفاق على انضمامهم لجيش حفتر الذي وافق على الانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المقبلة بشرط حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي. لكن المصادر وإن اعتبرت هذا اللقاء خطوة إيجابية، إلا أنها رأت أن تقييم النجاح من عدمه متوقف على ردات فعل الأطراف المناوئة لحفتر وخصوصا في غرب البلاد.
ووفق مصادر العرب الجديد فإن مسؤولين إماراتيين اعتبروا أن الجلسة نجحت في كسر الحاجز وفتحت آفاقا لإمكانية المضي في عقد لقاءات أخرى أكثر توسعا لمناقشة قضايا خلافية تعترض سبل التسوية السياسية في البلاد وإنهاء الانقسام. في السياق ذاته رجح مصدر دبلوماسي مصري أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بكل من السراج وحفتر، وقال المصدر أنه من غير الأكيد حتى الآن ما إذا كان السيسي سيلتقيهما معا، لكنه قد يلتقي كل منهما بمفرده وبحضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. تجدر الإشارة إلى أن الجولات الأخيرة للحوار الليبي أجريت في القاهرة برعاية الفريق محمود الحجازي رئيس أركان الجيش المصري، وشهدت تعنتا من قبل حفتر بشأن نقاط تتعلق بمستقبل جيشه والمناصب التي يمكنه الحصول عليها. لقاء السراج وحفتر في أبوظبي تردد صداه كذلك في البرلمان المصري، حيث بحسب اليوم السابع المصري لاقى ترحيبا من قبل لجنة الشؤون العربية التي رأت فيه الأفضل لمستقبل الليبيين، فيما أكد أحد النواب متابعتهم للتطورات بليبيا أولا بأول. وقد تضمن اللقاء الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، على رأسها طرح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، إضافة إلى إعادة هيكلة المجلس الرئاسي. حيث قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية أن مصر تقدم هذه الخطوة على أرض الإمارات التي تتفق معنا في الرؤى وتعلم مدى أهمية ليبيا للأمن القومي المصري ودول الجوار، وما يدور الآن من تفاهم هو عين الصواب. فيما قال يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري: ندعم بكل قوة ما توصل له هذا اللقاء، ونتمنى أن يكون له أثره الإيجابي في المستقبل على ليبيا ودول الجوار، فمصر كانت ولا تزال تستقبل كل الفصائل الليبية وتسعى للتنسيق بينهما من خلال المؤسسات المعنية. وفي المرصد نقرأ: مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان الانتخابات وليد فارس يرحب بلقاء حفتر والسراج في أبوظبي ويشيد بما أسماه الإنجاز الإماراتي. حيث اعتبر فارس أن هذا الاجتماع سيفتح الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لإنجاح هذه المبادرة، وأضاف قائلا: ثقتنا كبيرة بنجاح اجتماع أبوظبي وما سيسفر عنه من نتائج كبيرة على صعيد بناء المؤسسات وتركيز الجهود المحلية والدولية على هزيمة التنظيمات الإرهابية كداعش وتجريد بقية الكتائب المسلحة من سلاحها لتبسط الدولة الشرعية سيادتها على كامل الأراضي الليبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية والاجتماعية المتنوعة في البلاد. وختم فارس تصريحه قائلا: نحن نسجل هذا الإنجاز للإمارات والقيادات التي حضرت الاجتماع والتي ستؤلف هذه المؤسسة الرئاسية الجديدة، في إشارة منه للتسريبات التي تحدثت عن تشكيل هيئة رئاسية لإدارة البلاد. ونختم بانوراما الصحافة وكالعادة بالكاريكاتير. وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحافة، إلى اللقاء.